بعين ساهرة ويقظة فائقة، بدأ أفراد مفوضية عرفات 2 قبل أسبوع رحلة التحري والبحث والمتابعة خلف هذه العصابة المكونة من 7 شبان وامرأة، ليتأكد أنها هي العصابة التي نفذت عمليات سطو وحرابة وسرقة في عدة مقاطعات من العاصمة، من عرفات إلى تجنين ومن الرياض إلى دار النعيم. تحركت هذه العصابة بأفرادها 7 وكلهم من أصحاب السوابق، وهذه المرأة المسؤولة عن تسويق كل ما سرق. تمكن عناصر مفوضيتنا خلال الأسبوع المنصرم من إلقاء القبض على عصابة تتكون من 8 أشخاص من بينهم امرأة، ونفذ المعيون سلسلة عمليات سرقة ونشل وحرابة في عدة مناطق متفرقة في دار نعيم وتفرق زين وتجنين وعرفات، وضبطت بحوزتهم بعض المسروقات من ضمنها 4 سيارات قاموا بتغيير ملامحها بصباغتها، وكذلك عدد من المحجوزات من المجوهرات والملابس والهواتف الثمينة، ومعظمهم من أصحاب السوابق. بعد القبض على هذه العصابة تم العثور على 4 سيارات كانت بحوزتهم، وتم تغيير ملامحها عبر إطلائها بألوان مغايرة، إضافة إلى كثير البضائع المتنوعة من ألبسة وأجهزة وحلي ومبالغ مادية معتبرة. وفور إلقاء القبض عليهم تم الاتصال بالمعنيين. هذا اللصوص جاء من الساعة 8 قبل 4 وستة رواقيش، وبالتالي قالوا للعامل اللي معايا لأنه يبوس معهم الوطن هم طاني قصوى، وبس وينين قلقوا بها لهم راشوا 2 جاي شنو هو، واثنين بقاوا مسندين على الوتر، والسربت جاي شنو واحد هو الفيد وسيفني رفت ويش الحقني كنت مدنكس من نظم شي من الفضل خبطني به على ذي البلد له، لقيت ويدي خبطني بالسيف 3 مرات على ذي البلد له. اسمع في الحالة هذه ما أعرف الحالة اللي أنا بيها حكمت درعته بعد تلبيس ذي البلد وانترته طاح وتلوات لك الدراعة في راسه وتبارى منها به الدائر فيها الفضة وفيها تلفونات والسيف وزرقها عنه طلع قايس الوتر. هذا أقل من دقيقة، هذا لا يتعود 58 ثانية، ودخلوا عليه القوم ونتره سربت في الوتر وطى وتر ساكت رفنديس يكبر في الواقفة صام ما تركي وطى. أهم شيء رأيناه فيها هاي المفوضية اللي قالها ديزيام هي اللي اشتغلت معاهم، وهي اللي وفرت هذه الحالات اللي انطينا هذه المعلومات وطيناها تلفونات، هي اللي استمرت في هذه عرفات بعد واشتغلت فيه. هذا من طرفي انا بقى. عيطوا لي اول الوقت جاوني فم وقالوا لي شنو الصفه، وقالوا لي تم متابعه معك قبل رقم تلفوني، وتموا يتصلوا علي انين عقب جاوني تلفنوا علي هون وجيتهم واخذوا لي الجماعه هذه وشفتها وشفت صاحبي اللي داخل علي وممثل في التمثيل ذا. قلت مقرا قدام حيط ايش تقال فيه؟ ورسلات المقرب شوي بلاي من قازوار قلت تفويت وخوت لا ينقص نمسيد نصلي ما ريتها مليت 14 في رمضان وشهرين اللي ودلها وقست البادية ونين عاد يوم السبت الماضي تميت نين قال لي خويا لان حاكمت لكم السر عرفات رقم 2 شاكر وما عليها. انا ذي هون في مريست كرافرت من السويد مشيت عن بوتيك في الليل قافلته لين جيت مع الصباح لحقت الخلم تبلظ منه، قالوا لي اللصوص جاؤوا هون البارح ما نعرف اين تجا ودق تقول يا خلوه في الشس وشنو كل العدان صب هذا هو اللي عندي له من الشس وهو شنو علمت البوليس قلت لكم السريه وذكريت وتميت لان قال لي هايكم السريه رقم 2 لان حاكمه اللصوص وجيت وجزاهم الله خير ما بخلونا شيء تم انا مجمعين جاونا وقالوا نوها قبوا حيوانهم وانا بعد شاكرتهم على ذا العدل. هي عمليه نوعيه حققت نجاحا يصون للمواطن حقه ويؤمن له إرجاع متاعه الذي سرق، ويقدم المعنيين إلى القضاء لينالوا جزاءهم، ويثبت رجال الأمن أن أمن المواطن هو الهدف الأسمى والغاية المشهودة.